السلام عليكم موديزات صاحبي محمد و خويا ثانك يو ربي يعيشك على الانفيتيشن برو الانفيتيشن يا تو بريفير لونجلي ولا فرونسي ولا عربيه شريكي دارشه عنابيه صاحبي لاكسون تاع النابه تزيد لاصوص لازم شريكي لازم درابو شريكي شوف انا نعطيك طلو بيرسوناج و كاين محمد اللي هو انت كاين بلاكو ديني ايوا وكاين كميال لوزي ايوا اوكي حاجه العفسه الاولانيه حبيت نسقسيها باسكو شاك ارتيست يقدر يدخل كاين جنون العظمه مع عصير مومون تاع الشهره هكذايا تقدر تحكمك لا سكيزوفريني ما تكزيستيش انفصام الشخصيه عن بالي باسكو انت تروا بيرسوناج خو ايوا كاين ناس تيهس نعرفهم كيماك شريكي عندهم انفصام بصح نو انا نو باسكو لا باسكو شوي كوميديان اوكي فهمت انا ممثل فهمتي كيف ما تسمى اتقمص جميع الشخصيات فهمت ثم نورمال حاجه سامبل عندي والفت خلاص تياتر علمني هكا شريك تياتر علمني تياتر علمني سما الارتيست سي يكري دي بيرسوناج ولازم هكذا لازم يتبعهم وشاك بيرسوناج يعطي له الرول تاعو اكزاكتومون يعطيه ويريسبكتيه و سي دون بليس دو سا يفهم لي كلي ديالو باسكو كاين دي كلي على بالك كون ما تفهمش لي كلي قدر يشارك في صنف الشخصيه اللي قاعد تحكي عليها فهمت قدر تتاثر بشخصيه خدمتها ولا علموها لك ولا قريتها وتعود ماشي بها حتى في حياتك وكمية لوزي وكمية لوزي يا صحيبي حتى التم نو كمية لوزي جو بدير بلي هاد الشخصيه اللي نشوف بلي اثرت فيك انت شوف دوك نفهم شفت محمد شريف وديني صحيح هو اللي خلق بلاك وديني صح بس شفت كمية لوزي بيبليك اللي خلقوا هاو لو بروبليم وين فهمت والمشكل اللي قادره تكون فيها هي ما تسمىش سكيزوفرينيا هي تسمى بارادوكس باسكو شكشوكه هي اللي هو بلاك وديني هذاك محمد شريف وديني هذوك الزوج كونتر كمية لوزي كونتر كمية لوزي كونتر كمية لوزي كونتر الشيء اللي قاعد يدير فيه كمية لوزي سما اون بو دير كو انت ما راكش راضي على كمية لوزي مشني راضي عليه باسكو لا انا وليت كيما الحس هذيك تاع ما يطلبوه المستمعين راك شايف تما قبليك حب هاك نمدلو فهمت بصح نقدروا نشوفوها غلطه هذه باسكو حنا نشوفوا بلي الارتيست هو الى رام البوبليك دون سون مون اكزاكتومون بصح شوف شريكي الحاجه اللي نحبها في كيمياء لوزي اللي هو الدوبلاج والضحك فهمت بصح انتر بارونتيز كاين دي غرومون نقولهم انا في الميكي اللي نديرهم والعفايس هذاك والدوبلاج هذيك انا كونترهم فهمت فهمتك انا كونترهم بصح الحاجه اللي خلتني نكمل فيهم هو البيبليك بصح كان حاجه شت لي غومو هادو ما عندهم حتى معنى بكمية لوزي ببلاك وديني مش كمية لوزي عندهم معنى بكمية لوزي بصح ما عندهمش معنى بلاك وديني محمد شريف وديني فهم وكي نجيو نتعمقوا اكثر لي غومو هادوك هو هما حوايج في الواقع شريك مثلا انا كي ندير كوميك بار اكزامبل نحكي عواد نحاولو بيرمي ولا فهمت كيف ما ويهيش الاخر كدا وراح تصرى شريك اوكي تصرى كيما راهي عم بك كيميا لوزي وش يدير ينقل الشارع كيما راهو في الكوميكات هادمكا للشعب وشعبه ويضحك شريك شتي ما يكتب لك كومنتار نيجاتيف بس اقسم بالله يضحك ويسناني وقتها نحط فهمت سناني وقتها نحط له فيديو انا تسمى وش قدرت نفهم باللي انت تضحك الشعب على على الواقع تاعو نضحك الشعب على روحو على روحو شريك باسكو شتي فيديوهات اللي نديرهم ما نديرهمش هكاك ولي كرومو هادم مبلاسيين بتكتيك باين علاه يضحكوا باسكو هذاك الشيء صرالو فهمت ولي كرومو هادم قال لهم ماك شغل فلفلك حلو كمانو فهمت كيف ما يوم التوابل تاع القعده فهمتك بصح كمية لوزي بلاك وديني قبل بلاك وديني كان يدير راب ريكي كنت ندير راب بارك اول حاجه درتها في الميوزيكا باسكو درت حتى لا دونس اوكي فهمت لا دونس هي اللي دخلتني للتياتر صح هذه حكايه اخرى جبتها بارس نحكيو ميوزيك راب شريكي بديت راب بديت نخربش 2008 نخربش هكا
وكانت حاجة فيها اللي هي وش ما كنتش حاب ندخل استوديو حتى نحس باللي اسمع عمكش ندير انا شتي محمد شريف وديني يقابل بلاك وديني من هي يقولوا مزلتي مزال نيفو شوي طايح شوف كومباري يسمع هذاك اسمع شبي سي بون اسمع روح استوديو. اول استوديو دخلت له هو استوديو تاع عاد لوبكي لا هذيك اللي كول شريك عاد لوبكي لا الله يرحمه الله يرحمه. هذاك اول استوديو دخلت له اول غنايه سجلتها لتما فهمت كيف ما او اول واحد سمعني هو لوبكي لا قال لي شيت نستعرف بيك شريك يكمل والله كاين عن بالي. وبديت شريك بديت بس حوا ما كانش شغل يوتيوب وفي السوشيال ميديا ماشي مفلقه الوقت هذاك كنا وش نديرو في رايك انت وش ندير ها معليش كان اغنيه استوديو تسجلهم ها تبعتهم لاصحابك بارك هذا ما كان وكان اغنيه يتكتبوا سبيسيال لوين للشارع فهمت انا مفرق البوم شريكي في الشارع دي فري ستايل لا بلاصات شاهدت لا بلاصات مع بالهم ديك فهمت اول سنه طلعت ها كنت صغير شكون كان فا عادل لوبكيلار الله يرحمه ما سيطة مودا ماريشال يكيب كبيرة لينكس يكيب شريك يكيب كنت انا صغير فيها بصح كانوا ينكوراجيوني برافو نايس كون شافوني خردة الوقت هذاك يقولوا لي فوقك عليك شريك صحيح هذه العقلية كانت عندنا احنا بصح درك كنت تقول واحد فور اكزامبل بلي اسمع هك ضعيف ليريكس ضعيف ما تعرفش تخيلي سانستري فهمت كيف ما تعرفش تخيلي سوجي واش يقول لك يبريزي فيه واش نقدروا نفهموا انت بديت تكره هذا كم يا لوزي من لو بوين وين نهار البوبليك ما ولاش يتبع محمد في الراب اللي كان يدير فيه ودعموه في عفسه تافهه واش نقدروش نقولوا تافهه عفسه شغل جي سبونطانيمون جي كسرا وجي كدا انت في هذا البوان اللي وليت سي بون شغل اللي نتوما ما تبعتونيش في الراب تسمى انا هذا البيرسوناج نكرهو نعطيك انا من الاخر شريكي من الاخر تاع الاخر تسمى صحيح وقدام الناس وبيبليك وقاعد يسمع شوف انا كنت نخدم فن هادف اقسم بالله كنت شوف شريكي تدخل غناياتي تسمع ماذا ما كان تسمع والله شان انا رنحها بسكو بلاك وديني شتي بلاك وديني راح نقتلو سافا كوم سا اي والله سيريو راح نقتلو بسكو ما دار والو شريك سمح تقتل بيرسوناج انت كرييتو لا مش ما دار والو شوف بروبليم بلاك وديني عاش معايا شريكي من بكري فهمت بصح ما دار والو ما دار حدشي ما دارش امباكت ومش هو اللي ما دار والو البوبليك اللي ما عطالوش اكزاكتومون شريك البوبليك اللي ما عطاهش لا شونس البوبليك اللي ما مدلوش ودنو عم بالك شكون يسمعني في رايك انت لي زارتيست بارك درك حنا في وقت شريكي تعرف هذيك خرجها جماعه بجياحة نديرو البوز ايه داكور هيا مالا بجياحة دوك نديرو البوز او درنا البوز شريك هي شوف هي بان تسمى بان نقولو صراحه اسك تشوفها خالد تبع بنادم عليه باسكو يتمهبل اسد دقيقه نقول لك شوف انا وتمهبلتي بروفيسيونال شريك فهمتك وهي مش هجياحة بان كله صراحة تسمى فهمت بسوي شيء حاجة ديفوري باها حاجة ديفوري باها نقدر نقوله بلا على الواقع تيعك نقدر نقوله أنا في وقت وين البيبليك ما ولاش يدمو دي ستراس في وقت البيبليك كان قد يالا كان قد يالا قاعدكم في الموك أنا أخرجت لك كبيرة وزيها سبعة زيها عم بقداء سبعة فيديوهات في النهار شريك سبعة ثمانية أربعة الصباح ساعتين ما يهمنيش الوقت أنا الألغوريتم هذاك ما نخدمش به خلاص ما يهمنيش باش أما عبالي بلي كاين بيبليك أو قاعد يستنى عبالي بلي كاين واحد كيفي وصاهر فهمت وبديت شريكي نخدم لهم فيديوهات وكدا أش بدا بار أدمة أيا ومن بعد شو وليت ندير أيا وليت ننظف نحي لهم الكلمات نخدم من ضيف تخدم من ضيف الفيديو يجيب لك 30 كا تخدم فيها دي كرومو 500 كا تحير وتكذب انت الفيديو تشامق ما قوشي راس قلت له 6 ملايين
وراح طرد شو 6 ملايين وكل يوم يزيد مليون حيرني. شوف انت شوف مال قريق لي شغل نقدروا نشوفوا بلي كاين تناقض ما بين لي طرو بيرسوناج بصح انا نشوف بلي انت راك داير تيتر بلاك وديني قديم نشوف بلي انت دوني شغل الحل شغل عطاك ليدي وانت هضرتها راك فاهم ما بين بلاك وديني وكمية لوزي تاع الفن ما يوكلش الفن ما يعيش ما يعيش الفن ما يعيش لك الصح هذه الفن ما يعيش لي. شوف من 2014 جسكا ماتنو نخدم في التياتر شو كوميديا ممثل صحيح خدمت قدام المسرحية شافوا القدرات من الاخر شافوا كلش بس شركي ما كان والو خدمنا في تخدم في فيستيفال كدا يشوف مخرجين يتفرج عليك تعجبو مسود ما يعيط لك فهم احكي لك قوتي ما دامني انا نخدم تياتر تسمى السينما تي كان يحنوا كلها ماكله فهمتي كيف ولا تلفزيون كان واحد الهضره يقولوا انا الناس الكبار تاع المسرح اللي خدمت معاهم يقول لك لازم تسرق المهنه تسرق الميتي هذا وميتي شريكي تسرق كيف تسرق الميتي لازم تكون انتليجون تسمى وش ما معرفها ما تعرفهاش دير روحك تعرفها ايوا بقى بعينك سويفي 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 اناليزي وانت اللي خطف كي نعدو نقولو لي كرومو لي كرومو كدا يا حكايتهم حكايه يا اسك صوتك شغل دارت لك دي بروبليم هكذا يا ياس ياسر دارت لك دي بروبليم ياسر الناس يخشوا يسبوك الناس يخشوا على عباد تعرفهم برا العائله عباد لونتوراج انا يعرفوني شريكي بلي نضحك مشو سبان فيلغور سبان نقولوا له احنا برا نقولوا له سبان تاع الدار لي جداتك كبيره تقول ساعه تسيبها لك فهم كلمات بلديه تاعنا احنا كيما نقولوا تاع النابه فهمتي كيف لان باب يعرفها البلديه فهم والناس اللي حكمت عليك شغل كيمور ما كلامها شاوني ناس ياسر ناس ياسر واحد يجي يقول لك تقيمونا واحد يقول لك ما عرف كيف ما واحد يقول لك قد فزت في المجتمع وديباج شريكي يحلوا سبيسيال عجالي يسبونسري ويمطلعوهم وقداو ويديروا ديستاتي كونتري تحير انت عامة ما عباليش عامة يقول لك فزت في المجتمع انا فزت في المجتمع يماجيني بلي انا فزت في المجتمع باب فيديو ما راح شاف تيك توك شي بونس ما عندوش تيك توك ما شافش عبالي ما شافش تيك توك ما شافش الناس دوكا اللي نقدروا نشوفوهم مام في كوتيديان تاعنا ولا يحكموا على الناس من المظهر ولا يحكموا على الناس من كلامهم اشتي اقسم بالله يا مو اشتي كون يعرفوا محمد شريف بوديني هو الانسان يندم انه حكم عليه كيمك يندم كاين ناس تحكم عليك شوف انا في وقت نحكمه بالمظهر مش ملاحة شري لازم تحكم على واحد كي تعاشره اوكي شفتيه في هذاك الفيديو قال هاك انت حاول تقرب ليه وشوفه هو اسكو هو كيما كاك ولا لا ايوم بعد دير واش تحب فهم هذاك شغل ضرني دي فوق سم بالله انا بقدر خطرة ازمة درت لهم خطرة كشيبوني حنعتزل في الامام ايا جود باي قلت باي دي ضحكة درتها وتفلقت وصلحت وخرجت بارتو وانت ما وليت وتطاكيو فيا واحد يجي يسب لك امك ما بيزا اسمع يقولك ما تسبش ويسب لك امك عذارك اقسم بالله وهو ما باحت فوتو تأتيه في البروفيل حد شجرة ولا حد شلال فهمت بيين لي روحك انت شكون اهدر معي فيس تو فيس اروح عرفني ايوم بعد نحكيهم بعد شوفني انا اشكو انا كلوشار ولا اي قالك يحرض على المخدرات كمية لوزي قالك معناتها سطلة كمية لوزي سطلة اوكي كمية لوزي يا اخي كمية لوزي يا اخي العزيز كمية لوزي يا اخي العزيز هي اي حاجة ملاحة في الدنيا فهمت فيستا لوزي كاسكيت لوزي لينات لوزي المولوزي مادام مادام مش لوزي مادام لوزي خلاص عايبي فهمت خلاصة القول خلاصة القول والمجمل العبرة الناس تحكم بالمظهر ايه والناس تحكم
بالك من فيديو شافوه واحد ولا زوج ما تقربوش للناس والناس تحكم ويعطوا لك قيمتك على حسب لي زابوني اخر زمان هادي سوف تفنى الدنيا انا رايحين غلا شي ليبر يا يعني. اش نقول لك حاجه والله الشريكي والله ما هي شي ليبر فهمت شوف هنا شتي لابال فهمت خرج سي سي بون صاي كمل كمل مع بالي شويه شتي انا بالك نقول لك انا الانسان اللي ليك شغل ندير دي بوين ياسر في حياتي مش نقطه واحده حاب نوصل لنقاط اهداف فهمت شتي هادي اي طريق برك يا لوزي فاهم بعد نرجع للنقطه الاخرى صحيح نرجع لمن للبرسوناج اللي خلقه محمد شريف هوديني واللي ما خلقوش البيبليك اصحابي علاه هنا بتفرض شخصيتك يا حبيبي باسكو علاه كيميا لوزي خلقه الشعب بصح بلاك هوديني خلقه هو الانسان فهمت تسمى كون تتبع الشعب باش تولي هنا تولي اما تبع برك فهمت الميساج هذا فهمت المخرجين السيسيريه ام هير فهمت اما نطيح لك شخشيه انا ونقول لك خلصني اقسم بالله نخدم بلاش قاسما والله نخدم بلاش والله شتيك تقول حاجه تحبها يا ولدي خلصتك انا باش ندير انترفيو انت اخي هكاك عنيه كنت معدي قلت لي ارواح وحدك علاه باسكو تحب الشيء اللي قاعد دير فيه صحابي فهمتي يا خويا كش ما يكون عيطكم كم يا لوزي بلاك وديني محمد دحياتنا الناس عندنا كم يا لوزي صحابي حتى اصحابنا وتهلاو في رواحتك جود باي ثانك يو المو بالضبط